ورجعنا لكم فيديو جديد دائما على قناة ياسين تي في لايف. وكما شفتوا معنا في العنوان الموضوع هو طوطو مسخوطة. طوطو مسخوطة، مسخوط لوالديها، مسخوط الأم ديالها، مسخوط العائلة ديالها وخوتها وجيرانها وحبابها وأصدقائها وكل أي واحد تعرف طوطو، وإنما ينتظر منها إلا الأسوأ. طوطو من منطقة سيدي عدي، نعاودوا نرجعوا لنفس المنطقة سيدي عدي اللي فيها ناس شرفاء وفيها بعض الناس خبائث، ومن بينهم هاد طوطو. هاد طوطو مسخوط الوالدين، مسخوط امها اللي ضربه امها. واش اللي ضرب امه كتسنى منه الخير؟ واش اللي كتضرب امها كتسنى منها الخير؟ ما كتسناش منها الخير. ضربه امها وبغيتي منها الخير، ما غتبغيش منها الخير، عمرك ما غتلقى منها الخير. كلكم شحال عايرات وشحال عايرات وشحال عايرات عايرات بعدا مشات دير السب والشتم في قلوش وقلوشة. هذا قلوش وقلوشة المجرم اللي قاتل مرته بالسم في انتظار اللي غادي تخرجوا الحقائق. شحال ضربتي فيه، شحال ضربتي فيه، شحال ضربتي فيه، ضربتي فيه في الاعراض ديالو في الاخر ولا مزيان. وشحال كلتي تتاكلي وتشربي، تاكلي وتشربي في الزروالي، تاكلي معاه وتشربي معاه، في الاخير جلستي واحد النهار قنبله 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 دخلوا عندي. فاش دخلوا عندك الناس راه فلان دايرو دايرو داير، فلان راه موسخ. تضربي في الاعراض، تضربي في الاعراض، كتضربي في جيرانك اللي قدامك في اعراضهم، اعراض بناتهم. واش قلتي في الاخير؟ خرجتي كتعايري حتى في والديك اختك، وقلتي عليها راه فاسده، قلتي على الاخت ديالك انت يا طوطو. وها هو في اخر لايف اللي ما كمل حتى شي ساعه ونص. هي واحد قال لك كتسعى اختها كتصيفط لها ام كتسعى كتكذب. لازم نقول لك مجموعه الحمد لله 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 الحمد أعراض الناس. أعراض الناس. نعاود نزيد شوية عاوتاني. ساعتين. دخلات مع واحد عاوتاني بحالو بحالها من عائلة القلالش. دخلات عاوتاني لوحد آخرين. انا دخلت عاوتاني اختها شويه في الزروالي، شويه في هذا، شويه في هذا، شويه في هذا، دايره سيدي انت اش كديري اختو؟ اش كديري اختو؟ مسكينه كتبقى مره كتخلص مشاكه مسكينه كبيره مسكينه مسؤوله ما تيكونش عندها هذيك اللي نعاودو عاوتاني نرجعو. باش كتعاير باش تكذا خوتي بلي هاد السيد هذا باغي يدير الفتنه صاحبة الفتنة كدوي شخصيا. واخا ديتي اجي كنلعب عاوتاني على لعبة ليبيا فهمتي جابي لاباريس تحية ليك. هاد السيدة كيما شفتو معانا يعني باقا غادية وكتزيد فيه، باقا غادية وكتزيد فيه، باقا غادية في المصائب ما باش تنقص. حنا في بلاد ديال القانون، بلاد الحق والقانون. هاد السيدة كاينين الفيديوهات ديالها انها كدير تهديد باش تقتل. هاد السيدة خرجت للشارع ومشات تضرب واحد الدار وكتقلب على واحد هو كاين هو الزوجة ديالو وتتقول لي خرج للتيران بغيت نقتلك. يدعى زوق زوق، تتقول لي خرج للتيران انا بغيت نقتلك. يعني ديما هادشي، ديما هادشي ديالها ما باش يسالي. كل نهار كل نهار حاليا راه ضربوا ليها القناة ديالها، ضرب عليها واحد الشخص، ضرب ليها قناتها وراه حيدها بردها من اليوتيوب. ولكن راه دازت عاوتاني عند واحد اخر
اللي هو ابو المصائب تتكمل عنده سكير صاحب السوابق. قال لك الفاسدون للفاسدات، وواحد الكلام كتنطقو قدام ولادها راه ما تقدوش تسمعوه دائما، كل نهار كطعن في هذا طعن في هادي. وشكون كطعن؟ تطعن في الناس اللي كانت عندهم وكذا. والبارح خرجت الام ديالها كتقول عليها الله يسخط عليك، الله يسخط عليك. الام ديالها عيطت على الناس وقالت لهم عافاكم اجيو عندي اللي هو الزروالي الدنيا عندك. فجدها حتى شهدها قدام الناس وفي لابيل تقول الله يرحمك والديني. قالت لي امنيتي الزروالي انا باغاه نشوفك. فعلا الزروالي لبى النداء، جا مشات لعندها، هزها بالطوموبيل داها للدار ديالو فين كاينه الام ديالو، كاينه العائله ديالو، كاين الاب ديالو. وجلسوا ضحكوا، قالت لي نديروا لايف حيت الام ديالها بنتها عندها قناه، ودعمهم دعمهم ودعموهم الناس ماديا، وشهدت شهادة حق وقالت بنتي كتضربني، بنتي الله يسخط عليها. وصافي وصافي، ويلا دوات الام وقالت عليك الله يسخط عليك، وامام الملا وامام الملايين في قناه مليونيه لقناه يوسف الزروالي، يعني كل شيء شاف. راه بارك عليك هذاك السخط عندنا قناتك هي مشات لك، فيك المشاكل، فيك الصداع، فيك الانظار، واش ما بغيتيش التالي؟ هنا تيخص المخزن يتدخل، ودرك الملكي ديال مدينه الازرو تابعين لمنطقة سيدي عدي يتدخلوا في أقرب وقت. هاد السيدة تشكل خطرا على المجتمع، تشكل خطرا على الجيران، الجيران ديالها كتشكل عليهم خطر، لأن كل ساعة كتقول كتخرج فيديوهات فيديوهات كتقول أنا بغيت نقتل. واش أش كتسنى من واحد يهدد؟ أنا راه بغيت ندير هذا، أنا بغيت ندير هذه، كما سمعتوا في فيديو هذه فاسده، هذه دارت، هذه خرجات الاعراض 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 الاعراض. وما نسيناش قبل اسبوعين هذه يلا جوج سيمانات مشات لقات لواحد يدعى بوحنيكات قجاته في مدينه مكناس، تابعه 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 تططر على الناس كتقجهم. يعني المخزن خصو يتدخل بحال هذه، خصو يتدخل المخزن فيها، لانها كتشكل خطر، كتشكل خطر على بزاف، وخلاص على الناس وعلى المجتمع وعلى الجيران ديالها. زيد عليها واحد المراه اسمها لالا الشوم اللي حتى هي كتبكي، الناس تيتبكاو، راه خلقت فتنه هاد السيده، هاد السيده راه خلقت فتنه، طوطو خلقت فتنه، ومعها واحد قلوش وقلوشه من طرف ديالهم، فعلا قلوش وقلوشه من طرف ديالهم، وزيد عليهم واحد راه كاين على برا، هذا اللي هو ضد البلاد، ضد البلاد وضد النظام ديال بلادنا، ضده. وراه عاش الملك من هذا المنبر اللي هو ضد البلاد تدعم هاد السيده. فين بغيتو توصلوا؟ وراه هذا بلاد الحق والقانون، فين بغيتو توصلوا؟ المدعوة طوطو راه ما غاديش تربحي، وانا تنقول لك ان ايامك اصبحت معدودة، والقانون غادي ياخذ مجراه، غادي ياخذ مجراه. وتتقولي انا الى نزلت حلفة تنزل معايا، بغيتي تنزلي معاك هذاك، وبغيتي تنزلي فين بغيتي تنزلي معاك وانتي خليتي شهادة بلسانك مصورة كتقولي انا حلفة تنزل، ما غتنزلي تحد، لانك راه انتي تعترفين اعتراف صوت وصورة انك تتقولي في حالة نزلت غنزل. هو ما غتنزليش، ما غتنزليش، انك اعترفتي، اعترفتي انك بديتي شهاده الزور، وكل واحد اللي دار الذنب تيستاهل العقوبه. اي فعلا غتنزلي مع قلوش وقلوشه، قلوش وقلوشه تنزليهم معاك، ولا عندك شي دليل على اي شخص نزليه معاك، حيت اللي دار الذنب تيستاهل العقوبه. وانت هي اكبر مذنبه، انت وسختي الصوره المغربيه، وسختي الصوره ديال المراه المغربيه، وسختي السمعه، وعطيتينا الصوره كلها كلام فاسد سبان. عباد الله راه الا طلقت لكم
راه هي السبان 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 عينيها بزاف. الصوره ديال المراه المغربيه هاد المراه وسخاتها والناس تيتفرجوا فيها تيتابعوها وتيسمعوا واحد الكلام تسحبوا مش جميع الناس او لا جميع العيالات بحالها. وحاشا ولله انه يكونوا جميع الناس بحالها. راني غادي ندير لكم هادشي حتى لحدود تجيه كود بزاف بزاف بزاف. هادشي انه لازم واحد شي حل في اقرب وقت. شو الدعوي؟ راه نهار ما بكيتش عليك والدموع ديالي ما طاحوش ودموع لوستي اللي كانت كتبكي. الدعوي ما عليك عباية تخرجتي كتردعي تخرجتي كتردعي كتعمري خجلك بالبوشونات. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. تقولي هذا ما تعصبيش راه لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. سمعوا سير سير ما مسامحين لك لا دنيا لا اخره. شي هاد الشخص ما مسامحين ليه لا دنيا لا اخره. شوها والعيب نتوما عالة على المملكة الشريفة. نتوما عالة عليهم. مسخة مع مسخ مسخة مع مسخ. تجمعوا تجمع الوسخ وقال داك الطرف تعداو عليها ما تعدى عليها التحكم.